كتلة هوائية باردة متوقعة في المنطقة الشمالية وأجواء غير مستقرة في أجزاء من المملكة. التفاصيل بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. تبدأ المملكة تدريجيا نهار اليوم الخميس تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة هي ناتجة عن اقتراب لكتلة هوائية باردة من شمال المملكة. نبدأ نشرتنا باستعراض لهذه الخريطة لتوزيع درجات الحرارة في طبقات الجو المتوسطة والعالية، حيث تتأثر عموم شبه الجزيرة العربية يوم الخميس بكتلة هوائية دافئة، درجات حرارة تستمر أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن بالمقابل تندفع هذه الكتلة الهوائية الباردة من شرق البحر الأبيض المتوسط مباشرة باتجاه شمال غرب المملكة. تبوك ستكون أول محطات هذه الكتلة الهوائية الباردة، ومع انتقال هذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر نحو منطقة الجوف الحدود الشمالية أجزاء من المدينة المنورة، تتشكل حالة من عدم الاستقرار الجوي هنا في نقطة التقاء الكتلة الهوائية الدافئة والباردة، خاصة في منطقة حفر الباطن وأيضا أجزاء من القصيم، ثم لاحقا تمتد يوم الجمعة تمتد هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي تدريجيا نحو عموم أجزاء وحد على أجزاء من المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة بما فيها العاصمة الرياض، حيث ستكون الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار. لكن اعتبارا من يوم السبت تستقر الأجواء تدريجيا، لكن يتعمق تأثير هذه الكتل الهوائية الباردة، تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الوسطى وأيضا المنطقة الشرقية، في حين تستمر درجات الحرارة مستقرة ودافئة في باقي المناطق. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء مستقرة وصافية، 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 16، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلات السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاثة أيام القادمة. يوم الجمعة أجواء مستقرة دافئة، 32 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما الصغرى 32 كحرارة عظمى، أما الصغرى 19 درجة مئوية. يوم السبت تتأثر العاصمة الرياض بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي، تهطل زخات من الأمطار، 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 15. يوم الأحد يستقر الطقس لكن تنخفض درجة الحرارة لتسجل 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 13 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الجمعة، نبدأ شمالا، أتربة مثارة في تبوك 19 إلى 6 درجات مئوية، سكاكا 21 إلى 9 وعرعر 20 إلى 9، ما أيضا أتربة مثارة بشكل عام. المنطقة الغربية المدينة المنورة 27 إلى 13، حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي قد تؤثر على مدينة جدة على شكل هطول بعض الزخات الخفيفة من الأمطار، 28 إلى 17، مكة المكرمة 29 إلى 17 والطائف 23 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أجواء مستقرة، الباحة 20 إلى 13، أبها 23 إلى 12 وجازان 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 29 إلى 16، حفر الباطن أجواء غير مستقرة، زخات رعدية من الأمطار 27 إلى 15 والإحصاء 30 إلى 17 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 32 إلى 19، القصيم أحوال جوية غير مستقرة وزخات من الأمطار في بريدة 29 إلى 13 وحائل أجواء مشمسة مع 24 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.